صباح الخير يا شباب، ان شاء الله النهارده هنشرح الناند جيت. الناند جيت تعتبر هي عكس الاند جيت، يعني الناند يعني نوت اند. تمام، هنشوف طريقتها لو هنعملها على الجراف دي. طريقه الاند جيت، تمام، دي كده الرسمه اللي هنكتبها في الورقه. ممكن طريقه ثانيه اللي هو نستخدم اند مع اي سي انفرتر. تمام، نشوف التروث تيبل بتاعه 0 1 0 1 2 0 1 1. تمام، دول الـ 2 inputs بتاعتك، اوكي؟ يعني هنا هندخل 2 inputs A B، يطلع لنا هنا F، تمام؟ وهنا نفس الكلام A B، هنا يطلع لنا A B مع الـ inverter، يطلع لنا اللي هو F اللي هيطلع هنا، تمام؟ هنا 0 0 المفروض في الآن هتطلع 0، لكن هنا هتطلع 1، لأن عكس الآن. هنا 1 و 0 المفروض تطلع إيه؟ 0، لكن هنا هتطلع 1. دي لو في الاند جيت تطلع 0، تمام، بس هنا عكسها بتطلع 1. 0 1 نفس الكلام، هنا 1 1 في الاند جيت المفروض تطلع 1، لكن هنا عشان احنا في انفرتر هنا فهتطلع ب 0. تمام، وهنشوف النتيجه بتاعت التروث تيبل. الاف بتساوي A B بوب. تمام، هنشوف بقى الطريقه على البلاي بورد ان شاء الله. دلوقتي يا شباب معانا البريك بورد اهي، التوصيلات دي طبعا كونستانت معانا. اول حاجه هناخد الانبوت، ادي الاي وادي البي، هنوديهم للاي سي بتاعنا، الاي سي بتاع اند جيت 7400. اول اتنين دول كده الانبوت، هناخد واحد اللي بعدهم على طول، تالت واحد ده كده الاوت. تمام، هنوصله هنا مثلا وناخد منه ريزيستنس، تمام. بعد كده هناخد الليد، ركزوا بس الرجول، هنحط واحدة هنا والتانية اهي، اوكي. بعد كده نوصل الكهرباء بتاعة الاي سي اخر رجل دي، هنوصلها بالارضي او بالنيجاتيف. بعد كده عندك هنوصل الفي سي سي، تمام. لو عندكم في انواع في البريد بورد بتحتاج بريدج زي دي فهنضطر نعمل لها بريدج، اوكي. هنجيب بقى الباور سورس بتاعنا، عندنا الباور سورس بتاعنا هيكون 5 فولت، تمام. ادي ده كده البوست، هنوصله هنا النيجاتيف، هنوصله هنا كده، معنى ان انا عامل 0 0 كده مديني 1، تمام. لو عملت 0 1 يديني 1، تمام، لكن لو 1 1 اللمبه تفصل، تمام. يعني تمام كده ان شاء الله هنخش في النود.